راحة كده زي ما انتي مغمضة. ايه الجو ده؟ استني يلا في سلمة سلمة ايوه هو ده اتفرجي. شريف تحفة سوقك طلع يجنن. طب ما تيجي نروح نجيب حاجتك من الاوتيل بقى. حاجات ايه؟ لا طبعا حاجتي كتيره قوي ومحتاجه وقت عشان تتجاب مش تتجاب مره واحده كده. طيب لما تبقي جاهزه ابقى اساعدك. واجيب لي حاجات للتلاجه كل حاجه انت بتحبيها ونطبخ سوا. ايوه بقى ميرسي يا شريف بجد ثانك يو سو ماتش. في ايه يا شريف؟ في ايه؟ الله سوري تعالى وريني المطبخ. Sieht's aus? Die Liste mit den potenziellen Partnern fertig. طبعا يا فندم جهزت لك ملف بكل الشركاء المناسبين وعملت لك بريف بيوضح كل واحد علاقته قد ايه قويه بالحكومه والموقف المالي بتاعه يبقى عامل ازاي وهتشوف بنفسك. Sehr gut. Okay. سلام كمال الدين. سلم كمال الدين. انا رايي انه نبتدي بيه. صح موافق جدا. تنزل مصر فورا تحدد لي مواعيد مع الناس دي وانا هحصل لك كمان يومين. حاضر شكرا دعوة. فوت يا عبد خدمتك. هنا عشر دقايق والاكل يكون جاهز. لسه موصل الشيف دلوقتي حالا. تي بون ستيك. تي بون ستيك. ها اجيب لك ايه بقى هديه البيت الجديد؟ يعني مصطفى بعد كل اللي عملته معايا كمان عايز تجيب لي هديه؟ حددي الهديه اللي عاوزاها. انت هديتي يا مصطفى. يعني لولاك ما كنتش هقعد في البيت ده ولولاك ما كنتش هحقق المشروع اللي انا بعمله ولولاك ما كنتش عارفه ممكن اعمل ايه في مصر لوحدي. انت اللي قمر زياده عن اللزوم. كل الناس بتحبك من اول ما تشوفك. تشوف لنا حل في حلاوتك دي. الناس ولا بتحبني ولا حاجه. صافي مثلا حس كده انه رايها مختلف. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ لا يعني مجرد احساس بس ان هي دايما قاعده كده بتستجوبني. اللي مضحكك قوي كده عشان هي كده فعلا. دي طريقتها زي ضباط الشرطه. اول واحده تكتشفها صح. والله انا نفسي تبقى علاقتي بيها كويسه ومعالجها كمان وخصوصا يعني ان احنا بقينا جيران. هي مش سهل تاخد على الناس ومن الصعب جدا انها تامن لحد الا اذا كانت مجربه. يعني جايز تكون طبيعه شغلها في السياسه والعمل العام خلاها تبقى حريصة مع الناس اللي بتقابلهم لأول مرة ومش بعيد تلاقيها عملت تحريات عنك وعن عيلتك كمان. تحريات عني أنا؟ يا ستي انت صيغة مبالغة. ما أقصدش يعني إنها عملت تحريات قصدي يعني إنها حريصة في التعامل. لكن لما تعاشريها أكتر وتعرفيها كويس هتكتشفي إنها ست كدعة جدا مع الناس اللي بتحبوها. ولما تحبك وتطمن لك هتشوفي منها الوش التاني. يلا ندخل التمر استك هيبرد.